بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلا بالفيديو اليوم راح أعرف وأحل مشكلة كيف فيني أحذف فيديو منشور على حسابي باليوتيوب. هلا بعد التحديث اللي هلا من قبل كان بإمكانك تحذف أي فيديو تنشره على حسابك على التيك توك على من قبل. قبل التحديث الأخير كان بإمكانك تحذف أي فيديو نشرته بحسابك على اليوتيوب بكل بساطة. أما حاليا إذا فتت على حسابي على اليوتيوب فرضا بدي أحذف أي فيديو، راح أكبس عليه 3 شخطات، فعم شوف إنه ما في خيار الخيار شو خيار الحذف. إذا فتت على أي فيديو بدي أجرب كمان عشان أعمل له حذف. إذا فتت على هي جربت إشارة الترس عشان أعمل له حذف، راح نشوف إنه ما في خيار الحذف. يا ترى بهيك حالة كيف فيني أحذف أي فيديو منشور على حسابي على اليوتيوب بكل بساطة؟ الطريقة راح تكون على الشكل التالي. بعد ما فتنا على الطريقة راح تكون على الشكل التالي، راح نفوت على صورة الملف الشخصي الخاصة بحسابي على اليوتيوب. بعدها راح نكبس على خيار اسم قناتك، راح في عندك خيار الصفحة الرئيسية، في عندك الفيديوهات، في عندك الشورتس. راح أكبس على خيار اسمه الصفحة الرئيسية الموجودة عندي هون، راح نكبس على خيار الصفحة الشخصية. بعد راح يطلع عندي خيار اسمه إدارة الفيديوهات، راح نكبس على خيار اسمه إدارة الفيديوهات. بعد راح يطلع عندك على الشكل التالي جميع الفيديوهات المنشورة بحسابك على اليوتيوب. بإمكانك تختار الفيديو اللي بدك إياه. هلا على سبيل المثال بدي اختار الفيديو الموجود عندي هون على الشكل التالي. الفيديو الموجود عندي هون على الشكل التالي بدي اعمل له حذف. راح نفوت على 3 شخطات الموجودة، 3 نقط الموجودة بالأعلى على يسار الفيديو. راح نكبس على هال3 نقط، راح نشوف في عندي هون خيار اسمه الحذف الموجود بكل بساطة. نكبس عليه ضغطة هيك، وراح يعطيك هل تريد حذف الفيديو بكل بساطة. بإمكانك بهالطريقة تعمل حذف للفيديو بكل بساطة من دون الحاجة لأي تطبيقات أخرى من خلال التطبيق الرسمي الموجود على حسابك الجوال الخاص فينك. كمان بطريقة متشابهة بإمكانك تفوت على حسابك على اليوتيوب من خلال المتصفح، من خلال الكمبيوتر أو اللابتوب. بإمكانك الطريقة نفسها، كمان بإمكانك من خلال طريقة ثانية من خلال تطبيق تنزله على جوالك اسمه تطبيق يوتيوب استوديو يوتيوب موجود على الشكل التالي. بإمكانك تنزل هالتطبيق إذا ما عرفت الطريقة الأولى. بإمكانك تنزل هالتطبيق اسمه استوديو يوتيوب، راح نكبس عليه ضغطة يطلع عندك على الشكل التالي. راح نكبس الخيار الموجود بالأسفل هيك، المحتوى الموجود عندي هون راح نكبس عليه ضغطة يطلع عندك جميع الفيديوهات المنشورة على حسابك على اليوتيوب. فقط تختار الفيديو اللي بدك تعمل حذف. على سبيل المثال بدي احذف الفيديو، نكبس على 3 نقط فوق بعض الموجود عندهم على الشكل التالي. راح نشوف في عندي خيار اسمه الحذف. بإمكانك تحذف أي فيديو موجود بحسابك على اليوتيوب بكل بساطة. هاي كانت الطريقة كيفية حذف فيديو موجود بحسابي على اليوتيوب بعد التحديث الأخير. هلا الفيديو تعالى ان شاء الله تعالى بيكون انتهى، ونشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.